سائل آخر يقول: أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي النافلة إذا فاتته كالرواتب مثلا، فهل لي إذا فاتتني راتبة الظهر ثم رأيت بعد الصلاة جماعة يصلون الظهر أن أصلي معهم لتكون نافلة لي مكان الراتبة؟ لا بأس بذلك، قضاء راتبة الظهر بعدها لا بأس به، ولا بأس أن تصلي متنفلا خلف من يصلي فريضة. نعم.